طيب، في هذا الاكسرسايز بنحل أسئلة متعلقة بالسمري فانكشنز والماب. تمام، هي الداتا سيت تبعتي اللي هي عبارة عن ريفيوز. الاكسرسايز الأول بده المتوسط تبع الريفيوز طبعا من خلال بدوش المتوسط، بده الميديان. تمام، ايش الميديان؟ الوسيط، القيمة الأكثر تكرارا، القيمة الأكثر تكرارا. تمام، المتوسط اللي هو المجموع على العدد. تمام، الآن في البوينتس هذه اللي نفترض أن أنا عندي البوينتس مثلا 15 17 15 15 15 17، فبلاقي أنه الفاليو 15 هذه هي في حد ذاتها هي متكررة أكثر شيء، فهي الأكثر. كيف؟ بالضبط، اللي هي بتكون في الغالب القيمة الأكثر تكرار. لا، المتوسط average أو mean، المتوسطة. نعم، أو القيمة في الوسط. تمام، طيب هنا في السؤال الثاني بده إيش هي البلدان اللي موجودة عندي في الداتا سيت. طبعا أنه أنا يعني هنا أنا دائما بحب أعرض النتائج زي هيك، فبالتالي بختار الكانتري وبدي اليونيك منها، فهي مجموعة البلدان. تمام، ممكن أشوف عددهم قديش، بحكي لن لليونيك. أربعة وأربعين كانتري. تمام، بعديها بده How often does each country appears in the data set؟ كل بلد كم مرة بتظهر في الداتا سيت؟ كيف أحل السؤال؟ بحكي لي create a series اسمها reviews per country واعمل map function. تمام؟ أو أعمل map بين كل country والcount تبعها. بالضبط، فالvalue count فعليا هي بترجع لي اليونيك فاليو وقبالها بالضبط الكاونت. فهنا بحكي لي انه اليو اس 54000 مرة، فرانس 22000، وهكذا. السؤال اللي بعده اللي هو سنترد برايس. تمام، سنترد برايس اللي هو عبارة عن البرايس كولوم with the mean price subtracted، يعني بمعنى آخر بدي أطرح السعر من متوسط السعر. بالضبط، فهي centered price، هذا عبارة عن سيريز جديدة أو data frame، عمود جديد، سيريز جديدة، هو عبارة عن حاصل طرح. طبعا حاصل الطرح إذا كان نان، هي واضح معايا إنه هو بيطلع لي نان. تمام، هنا بحكي لي أنا I am economical buyer. طبعا الناس التجار لما بده يجي يشتري شغله معينه ايش بيشتري؟ افضل جوده واقل الاسعار، بيكون في عليها طلب كتير، افضل جوده واقل الاسعار. فانا الان عندي ايتيمز، فكيف بدي اجيب؟ بدي اجيب اعلى سعر، عفوا بدي اجيب المنتجات اللي لها اعلى بوينت واقل سعر، فبالتالي بدي اروح اعمل ريشيو اللي هو عباره عن السعر بالنسبه للبوينتس بالنسبه للسعر. تمام، واجيب الاي دي ماكس اللي هو الايتم اللي بيتمتع بهذه الخاصيه. تمام، فبالتالي هنا بدي اجيب الاندكس تبعه، هو عباره عن الريفيو بوينتس ضرب مقسوم على البرايس. تمام، هذا ايش بيرجع لي؟ بيرجع لي لستة. يعني هذا لو انا عملته هنا زي هيك، خليني افتح لكم كود سيل هنا، هذه بترجع لي لستة، هيو 01 لغاية 12000. هذه اللستة عبارة عن ايش؟ حاصل قسمة البوينتس على البرايس. تمام؟ أنا ايش بدي؟ بدي أعلى ريشيو، فبروح بجيب اي دي ماكس. فهذا إنه عشان هيك أنا حطيتهم بين أقواس زي هيك عشان يطلع لي نتيجة الاي دي ماكس، هو عبارة عن السجل، السجل اللي له على قيمة. بالضبط،
اللي هو عبارة عن السجل اللي هو 6064,590، تمام؟ بالضبط. بدي اياك ترجع لي التايتل تبع هذا اللوكيشن، تبع هذا الاي دي، تمام؟ اللي هو افضل واحد هذا النوع من كاليفورنيا، تمام؟ السؤال السادس: There are only so many words used to describe للبوتل هاي، تمام؟ Tropical أو fruity، أنا في عندي نوعين Tropical أو fruity. طالب مني create a series اسمها descriptor counts، وبدك تعمل count how many times in each of these words appear في description في كل column من الداتا سيت. طبعا عشان احنا نشوف هذا الكلام ايش سويت، فصلت الحل هنا، تمام؟ هاي description of zero، طبعا هاي reviews dot description ايش بيجيب لي؟ عمود، تمام؟ بدي اجيب اول description، يبقى هذا عبارة عن column، هذا الفيرست ديسكريبشن، تمام؟ ايش التايب تبعه؟ سترينج. مثلا مدام رجع لي الكوتيشن يبقى سترينج، يبقى هنا ممكن اتحقق من هذا الموضوع اوف زيرو عبارة عن str. ما دام str بقدر اطبق عليه العمليات تبعت السترينج، بحكي له هل فروتي موجوده في اول ديسكريبشن، هذه الناتج تبعها ايش؟ ترو او فولس، مش موجوده. طب تروبيكال هل موجوده؟ ترو. فبالتالي انا بدي اعتمد على هاي الاشياء في انه انا اطلع الحل. يبقى الريفيوز، تمام، اول ديسكريبشن فيها ايش رحت عملت؟ قطعتها، وبدي اروح اعمل كاونت لتروبيكال. كم مره اتكررت؟ مره واحده، تمام؟ طبعا انا في عندي داله السم، وداله السم هنا لو انا حطيتها حتى ترو وفولس، اذا بتتذكروا لما احنا رجعنا مع بعض دوال السم والاني والاول، تمام، ممكن اطبقها على الزيروز والواحد، وممكن اطبقها على ترو والفولس، تمام؟ فهذه السم تبعها 2 اللي هو جماعة ترو والترو والفولس ما عندهاش، واعتبرها بزيرو، تمام؟ يبقى انا ايش بدي اجيب المطلوب؟ بدي استخدم هنا اللمدة في الموضوع، يبقى الان تبع تروبيكال اللي هو نمبرز عدد تبع تكرار كلمة التروبيكالز، بدي اروح اجيب الديسكريبشن واطبق عليه ماب لمدة، تمام؟ يبقى هنا بتاخد ديسكريبشن وهنا tropical in description. شو معنات هذا الكلام؟ دالة الماب شو بتسوي؟ بتروح بتلف على كل عنصر من عناصر العمود هذا، شو بتسوي؟ تاخد الديسكريبشن وبتروح بتفحص انه هل tropical موجودة في description ولا لا. يبقى هاي بترجع لي عبارة عن list truth و false، تمام؟ ايش رحت عملت؟ عملت لها صم، جاب لي الكاونت. وهنا نفس الشيء بالنسبة للفروتي بهذا الشكل، تمام؟ بدي اعرف ديسكريبتور كاونت، رحت عرفت سيريز جديده، رحت حطيت فيها هدول القيم وحطيت الاندكس تبعه هدول العمودين، وقلت له خد اعمل لي تشيك لهذا الجواب. يبقى هاي ترتيب الحل هذا كيف احنا وصلنا له بهاي الطريقه، تمام؟ حليته بنفس الطريقة ولا لا؟ هكذا بلف عليكم بشوف كيف انه انتم حليتوا، تمام؟ هنا انا جبت العدد كل واحد لحال زي هيك. السؤال السابع ايش بده؟ البوينتس
يبقى بدي اعمل عمود جديد نظام نجم حسب البوينتس بالضبط، وهذا الكلام بدي اطبقه على كل كانتري، على كل كنت باستثناء لكندا. بالضبط استثناء لكندا بنحط لها دائما 3. تمام. طيب يبقى بدي اعرف داله اسمها ستارز شو بتاخذ. درو سجل. تمام. بحكي اذا كان الرو هذا كانت كندا فبالتالي على طول برجع 3. غير هيك بدي افحص النقاط البوينتس، اذا كانت اكبر من 95 برجع 3، واذا اكبر من 85 برجع 2. طبعا هنا انا بكونش قلقان انه اذا كانت جايبه 90 وهنا الشرط هذا بينطبق، بس انا هنا عندي الالس ما بيجيش هنا الا اذا كان اقل من 95، فبالتالي هنا برجع 2. الس غير هدول كلهم برجع 1. تمام. بروح بعرف star rating بتساوي reviews.apply stars، وهنا بقول له كولوم. لاحظوا انه انا لما استخدمت access بتساوي columns انه هنا استخدمت اسم العمود جوا، نفس النظام اللي شرحنا اياه في الدرس او في التوتوريال. تمام. بالضبط. اوكي، هذا بخصوص الاكسرسايز الاول.